اهلا بيكم احبائي في كل مكان. معلومه سريعه، اشربوا الشاي بسكر بس ما تاكلوش عيش كتير. مرضى السكر اللي يجي له السكر ابص الاقيه يقول لي انا الحمد لله بقيت اشرب الشاي بدون سكر. طبعا هو بيتعذب، انا عارف انا شرب الشاي بدون سكر ده مشكله. يعني السكر ده مش حاجه مهمه قوي في السكر، اللي معلقه سكر مش هتفرق، لكن رغيف عيش 15 معلقه سكر. ارجوكم اشربوا الشاي بسكر، اللي بيشرب كوبايه 3 معالق يشرب نصها، يعني معلقه ونص، واللي بيشرب معلقه مفيش فرق خالص. ما نحرمش نفسينا، لان الحرمان هيؤدي لاكتئاب، والاكتئاب هيودينا في مشكله زياده السكر، وبعد كده هندخل في دايره مش هنعرف نقفلها. السكر مرض عادي هنتعايش معاه وهنقضي عليه. بلاش حكايه اصل انا بطلت اشرب الشاي بسكر، ما لهاش قيمه خالص. ايه معلقه سكر ولا حاجه؟ حضرتك بتشرب كوبايه 3 معالق اشرب نصها بس. رغيف العيش بيساوي 15 معلقه سكر، فدي معلومه مهمه سريعه، وتحياتي لكم. ثانك يو.